أولا أرحب بضيفك الكريم وبقناة راداو وبالشعب الكردي. طبعا اليوم لدينا مؤاخذات عديدة، ومن بينها هجوم السيد عماد باجلان، ولا هو محسوب على الديمقراطي الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني اليوم لا يرضى أن يكون عضو فيه قيادي يهاجم رئيس تحالف قوى الدولة الوطني. وفيما أنه مهاجمة مقراتنا اللي موجودة في بغداد هي مجموعة ضالة تريد الذهاب في العراق إلى فتن طائفية وفتن سياسية موجودة، حتى يعني تلخبط الجو وتجعل الجو غير متعكر والمزاج السياسي متعكر للمضي في الحكومة. اليوم هذه المحاولات وتحالف قوى الدولة، نعم نصحح، هي مجموعة ضالة من بعض الفئات، من التيار الصدري، من خارج التيار الصدري، هي مجموعة ضالة يعني. وأتصور أن التيار الصدري ينأى بنفسه عن هاي المجموعة الضالة اللي تهاجم المقرات الحزبية. واليوم يثبت للجميع أنه اللي هاجم المقر الديمقراطي الكردستاني من قبل واللي هاجم مقرات الحزبية من قبل هم نفسها المجموعة اليوم اللي تهاجم تيار الحكمة في بغداد والمحافظات، لأن ماكو واحد يهاجم المقرات إلا هم المجموعة نفسها اللي تهاجم المقرات الباقية. ولهذا السبب اليوم لعطلون العمل السياسي في البلد هم صاروا واضحين وواضحين علنا وعيانا أمام الناس، حتى يعطلون مسيرة الحكومة وإنشاء حكومة جديدة، ويعطلون أيضا التوافق الكردي الكردي، ويعطلون العملية السياسية في البلاد وجر البلاد إلى اقتتال داخلي لا يذهب ضحاياها إلا من الشعب العراقي. وهذه الخسارة الكبرى، والعراق خليفهم جميع السياسيين ويفهم جميع رؤساء الكتل أن العراق أكبر من جميع الكتل السياسية وأكبر من جميع اللي موجودين في العمل السياسي. نعم، أولا طبعا لما شافوا الخروج الآلاف أو خروج الملايين، اليوم وصل عدد تعداد في ساحة التحرير مليونين عدد الحضور للسيد عمار الحكيم في ساحة التحرير، وخطاب المعتدل اللي أراد به جمع صفوف الكتل السياسية والدخول في العمل السياسي، وهو اليوم لا يشترك في الحكومة. رئيس تحالف قوى الدولة وقوى الدولة بالعموم هي لا تريد أن تشترك في الحكومة المقبلة، ولكن تريد أن تصحح العمل السياسي في العراق، وهي داعمة لأي حكومة مقبلة في العراق. لما هذا يصير وواحد شخصية لديه هكذا جمهور في الشارع وممكن أن ينزلهم في الشارع، فهم لا يتخيلون أن يكون أكو جمهور لهم في الشارع غير جمهورهم، ولهذا السبب يتصورون أنه كل واحد لديه جمهور، كل واحد خطابه واضح وصريح هو الذي يهددهم ويهدد العمل السياسي. يريدون خطابات طائفية وخطابات عنصرية وخطابات تهدد وخطابات توعد وخطابات تهدد الشركاء، وهذا لا يوجد لدينا في تحالف قوى الدولة. ولهذا السبب دائما نحن مستهدفين ودائما نعم. لما تهدد جماعتك وتهدد مقراتك ويحرق المقرات بسبب خطابك المعتدل، ولما تحس انك نفسك انك العراق في خطر، يجب ان تاخذ موقف قوي، والا ما يهم بالموضوع. انه العراق اليوم في موقف حرج وحرج جدا، اذا لم تشكل هذه الحكومه فالجميع ذاهب الى المجهول، فالجميع ذاهب الى لا دوله. انت رايت قبل يومين او ثلاثه كيف تهان الدوله من خلال رئاسه البرلمان، ويدخلون الى البرلمان ويدخلون الى المقرات الحزبيه من قبل وتحرق، واليوم مقراتنا ايضا في بعض البلدان ايضا تحرق. هل يذكر الحزب الديمقراطي ايضا مقراته حرقت والسياده مقراته حرقت؟ هذا تهديد للسلم الدولي والسلم المحلي، وهذا تهديد للعمل السياسي بالعموم في العراق. اليوم لو انه ما خطابنا هذا، واليوم إن لم يكن حكومه السيد السوداني سترى النور، سيذهب العراق الى المجهول. نعم طبعا، وهذا هذا 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 معلن امام الجميع. هي طبعا حمله اللا دوله، اذا تهدد مقر الحزبيه وتهدد رئاسه البرلمان وتدخل الى مقرات حزبيه تحرقها او تضربها وتدخل الى البرلمان تكسره وتصعد في رئاسه البرلمان وتهدد السلم في البرلمان، هل هذه دوله بنظرك؟ ما اعرف. هل تضر، هل تتصور انت من يدخل في داخل البرلمان ويحرق مقرات حزبيه، هل هذه دوله؟ من لم يكن موقف الإطار التنسيقي في السابق القبل في بدايات تشكيل ائتلاف إنقاذ وطن، ما كان مواقف السيادة والديمقراطي من عندهم أنهم لقوة لا دولة، لأن هددوا مقرات الديمقراطي والسيادة.
اليوم خلي يتصور الجميع وخلي يفهم الجميع، حكومة السيد السوداني ماضية وماضية بقوة، وتشكيل الحكومة سيمضي، والاتفاق الكردي والكرد هم الشركاء الأساسيين في العملية السياسية، وهم الركيزة الأساسية في العملية السياسية، وشك تصدعات تصير خلال هذه الفترة لن توقف سير الحكومة. اليوم أنت كنت مشارك في البرلمان في 74 نائب، ليش رحت استقالية وليش رحت تحرق مقرات الأحزاب؟ ليش رحت اليومية تروح تهدد البرلمان؟ ما أنت كنت مشارك في العمل السياسي، كنت ممكن أن تكون معطل في البرلمان، كنت ممكن أن تكون حجرة عثرة أمام تشكيل أي حكومة، ليش طلعت خارج العمل السياسي وتعمل هكذا؟ ولهذا السبب يجب أن يكون للسيد مقتدى الصدر موقف حازم، أما أن يحسبوا عليهم ويقول عندي، أما أن يقول ذولا خارجين عن التيار الصدري وهم يتصرفون تصرفات. أخص قناة راداو بشيء أمر حصري وخبر حصري، أنه السيد السوداني لما كان رشح إلى رئاسة الوزراء السيد المالكي كان ممتعض جدا ولم يصوت للسيد السوداني، بل كان رافض على أن يكون السيد السوداني هو رئيس الوزراء المقبل، ولكن قبل على مضض، يعني هذه حتى تكون من داخل اجتماع الإطار التنسيقي، قبل السيد المالكي السيد السوداني على مضض. اليوم نعم الاجتماع كانت من داخل الاجتماع الإطار التنسيقي، لكن اليوم أريد أقول لك على شغلة ثابتة، وهذه الشغلة هي الثابتة، أنه اليوم الإطار التنسيقي أو تحديدا الكتل اللي داخل الإطار التنسيقي، مو فقط الإطار التنسيقي، ترغب في أن يأتي الكرد بمرشح تسوية، أو ماضين في هذا الموضوع أن لا يأتوا بمرشحين ويكون داخل برلمان الكسر، من اللي يفوز كسر. لهنا المسألة يجب أن نعود إلى مسألة أو تغريدة السيد مسعود برزاني، واشترط فيها الشراكة والتوافق والتوازن، ولهذا السبب أن الديمقراطي الكردستاني اليوم أخذ حصته داخل الحكومة وهي نائب رئيس البرلمان، ويجب أن يترك للاتحاد الوطني فرصة أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية. هذه الفرصة ممكن هنا أن يتوازن الأحزاب الكردية وأن يختاروا بينهم رئيس جمهورية واحد. ولهذا السبب شوف المشكلة اليوم الكردية، وهذا لو تدخلي من عندي بالجانب الكردي، عندك اليوم أخوة وعزاء اثنيناتهم قياديين في الاتحاد الوطني وفي الديمقراطي الكردستاني، لكن أنا أريد أبين وجهة نظرنا نحن من هذه الناحية. نتصور أنه الخلاف الكردي هو خلاف أسماء، مو خلاف انه من اللي راح ياخذ المنصب، هل الاتحاد الوطني او الديمقراطي الكردستاني. ولهذا السبب يجب على الاخوه الاكراد الاسراع في اختيار مرشح لرئاسه الجمهوريه، وان ياتوا متفقين الى بغداد برئيس جمهوريه، لان هذه حصه المكون الكردي وحصه العراق بالعموم. نعم. شوف انا راح اقول لك على فتشي اجزمه وسجله علي بقناه رادا، الكرد سياتون متفقين بمرشح تسويه، ولو ما جاءوا بمرشح تسوية تمام سيكون سيناريو 2018. ومن قال انه داخل الإطار التنسيقي او داخل المستقلين سيصوتون للسيد برهم صالح؟ ومن قال انه سيصوتون للسيد ريبار احمد؟ سيترك واثنيناتهم حظوظهم متوازنة داخل البرلمان، ولكن السيد برهم صالح اليوم باعتباره قريب الى بغداد، فعنده علاقات مع النواب، عنده علاقات مع المجتمع العراقي. ولهذا السبب برأينا برأيي يعني حتى ما ينحسب لأي جهة من الجهات، أتصور بالأقصى قبل يوم الاثنين، يعني من الممكن أن يذهب الوفد غدا أو بعد غد، سيجتمع مع الأحزاب الكردية بالعموم ومع الديمقراطي الكردستاني.